شكرا السيدات والسادة المستشارين على التعقيب وعلى التشجيعات اولا لهذا القطاع اللي هو واعد بالنسبة لبلادنا. وباش نصفي واحد المسألة من الاول، ما كاينش شي قطاع في المغرب اللي كيحترم الشغيلة وقانون الشغل والحريات النقابية بحال قطاع السيارات، كلهم فلس منه. وهضرنا فيها البارح وقلت لي كاين مصنع، اسمح لي نكمل، الله يخليك اسمح لي نكمل غير باش ما نديروش، قلتوا لي كاين مصنع هنايا قريب من الرباط باش ما نقولوش المدينه اللي ما كيحترم قانون الشغل، قانون الشغل وعندنا مشاكل معاه الى اخره. هذا المصنع درت مشيت نشوف، حيت ما كاينش، ما غير مقبول ان يكون شي مستثمر في المغرب ما كيحترمش قانون الشغل وما كيحترمش الحريات النقابيه. هذا المصنع التمثيليه ديالو 98% من النقابه اللي كتمثلوا فيها، وبرمتوا معاه اتفاقيه هذه شهرين، هذا المصنع برمتوا معاه اتفاقيه في 12 شتنبر 2022 وعندي الاتفاقيه، كاين تطوير كنشتغلوا عليها واتفاقيه هاد اتفاق. الله يخليك السيد المستشار. وبالنسبه الاتفاقيه مع المصنع الاخر هي بحال اللي قلتوا اتفاقيه مثاليه، ولكن يمكننا نناقش ولا كان تدخلات ولا كان تدخل صريح ديال الحكومه، حيت هادشي لا يقبل ان ما تحترمش الشغيل وما يحترمش قانون الشغل في بلادنا. كاين وهذا تتفقوا معايا على هادشي قطاعات اخرى اللي قانون الشغل كيحترم اقل من هذا القطاع هذا، وهذا لا مزايده فيه بالنسبه لهذه القطاعات. بالنسبه للعداله المجاليه، العداله المجاليه هو اهتمام يومي للحكومه، وقانون الاستثمار اللي كنتوا غتصوتوا عليه اليوم وان شاء الله غتصوتوا عليه الاسبوع المقبل حسب المعلومات اللي توصلت بها، هو يرتكز والهدف ديالو الاساسي هو توفير هذه العداله المجاليه. هو يمأسس تدخل الدعم بالنسبه للاستثمار لتوفير العداله المجاليه. ما كاينش غير الدعم، كاين ايضا التوجيه، كاين ايضا التثمين وبالاخص الكفاءات اللي موجوده، كاين ايضا التنافسيه اللي كنقلبوا عليها. المستثمر المنصه الصناعيه معروفه فيها فين تبنات، اول منصه صناعيه اللي كان عندنا في البلاد من غير المنصات اللي حدا المناجم، اول منصه صناعيه كبيره كتبنى حتى الميناء ديال الدربيطه، ثاني قطب صناعي جا مول الميناء ديال طنجر المتوسط، هادو هما المنصات الصناعيه الكبار اللي موجوده في المغرب. ثالث منصه صناعيه كبرى مرتقبه في الناظور، رابع منصه صناعيه كبرى مرتقبه في الدخله، هادو المنصات الصناعيه اللي كتبنى قرب من البوابات ديال الكبيره ديال البلاد. من غير داكشي ما هذا لا يعني ان الجهات الاخرى ما غتستافدش من صناعة السيارات. وأستاذة المستشارة مشكورة هضرات على ثلاثة الأقطاب ديال صناعة السيارات، ولكن كاين قطب داخلي اللي بدا كيبان اللي هو القطب ديال مكناس، وكاين القطب اللي بدا كيتبنى أيضا اللي هو في ضواحي وجدة، كاين أيضا القطب ديال أكادير اللي بدينا كنشتغلوا عليه إلى آخره. علاش؟ علاش؟ حيت هاد المناطق فيها الكفاءات وفيها التنافسية اللازمة من اجل تصنيع عدد ديال القطاع الغيار بالنسبه للسيارات. بالنسبه للسياره والعلامه المغربيه 100%، سياره بعلامه مغربيه هادشي شفناه، سيارات فاخره مناره والعراقي الى اخره في السنوات الماضيه، وفي الاسابيع القليله المقبله غتخرج سياره مصنعة في المغرب بعلامة مغربية إن شاء الله اللي يمكننا نفتخروا بها، وكنتمنى لهم التوفيق والنجاح في السوق المغربي والسوق الدولي إن شاء الله. بالنسبة للقيمة المضافة والمردودية اللي هادشي كنحسبوه، هادشي كيتحسب القيمة المضافة بحال كاين أولا نسبة الإدماج، ولكن بعض الناس كيمشيو يديروا الحساب كيقولوا احنا شحال كندخلوا يا كنستوردوا احنا شحال كنصدروا وكيديروا هذا الفرق. ولكن كاين الحساب خاصو يتقاد شويه، فهداك الشيء اللي كنستوردوا خاصنا نحيدوا السياره اللي ما
تروح الاستهلاك اولا، خاصنا نحيدوا ايضا الماكن اللي كنجيبوا من اجل تجهيز المصانع، حيت هاد الماكن غيبقاو يشتغلوا 10 سنين 20 سنه 30 سنه وغيخلقوا قيمه مضافه. ملي كنحيدوا هادشي كامل درنا الحساب مع الجمارك حساب موثق، كنوليو ندخلوا بين 40 و45% ديال القيمه المضافه الصافيه اللي هي كتبقى في المغرب. كاين قيمه مضافه مستورده بحال ديال الطاقه، الطاقه عندنا مستورده، اليوم غنبغي نحولوها للطاقات المتجدده، غنقلصوا هاد التبعيه بالنسبه للطاقه اللي كترجعني للتبعيه ديال الاسواق. معلوم السوق الاكبر اللي عندنا اللي قريب منا هو السوق الاوروبي اللي كنصيفطوا ليه تقريبا 80% من السيارات ديالنا، ولكن السيارات ديالنا كيتسوقوا في 72 دوله، في 72 دوله. التبعيه هضرتوا ايضا على المصنع، حيث المصنعين تاريخيا من اصل فرنسي، ولكن السياره اكبر مبيعات في اوروبا هي سياره بعلامه رومانيه اللي كتصنع في المغرب وبراس المال فرنسي. السياره الاخرى الثانيه ايضا سياره فرنسيه، ولكن كاين علامه ايضا اوبل اللي هي علامه المانيه، ولكن راس المال يمكن ديال شركه اللي هي مندمجه بين شركه فرنسيه وشركه ايطاليه. دوك اليوم كاينه العولمه، وهاد الشركات بالفعل كانوا من اصل فرنسي، ولكن اليوم ولاو شركات عالميه مندمجه. كاين جوج ديال المصنعين كبار، المصنع الرابع عالميا والمصنع الخامس عالميا اللي في المغرب. كاين هاد التنافسيه اللي غتمكننا باش نجلبوا مصنعين اخرون، ولكن اللي خاصنا نعرفوا هو السوق الكبير ديالنا اللي هو السوق الاوروبي، انخفاض ديال المبيعات ديال السيارات فيه في هذه السنه 26%، 26%، وفي نفس الوقت المبيعات ديال السيارات المغربيه في هذا السوق ارتفعت ب 50%. الطلب اجمالي انخفض ب 26% والمبيعات ديالنا ارتفعوا ب 50%، وكما قال السيد المستشار اليوم المغرب ولا اول مصدر للسيارات الشخصيه لاوروبا، يتفوق على الصين على اليابان على كوريا على امريكا وعلى عدد من الدول اللي عندهم تاريخ صناعه السيارات، وهذا مهم ومهم جدا. بالنسبه للابتكار، الابتكار هضرنا عليه، عندنا 10000 مهندس اليوم اللي كيصمموا السيارات بكاملها، والسيارات من الطرز العالي المانيا بريطانيا فرنسية أمريكية كيتسموا هنايا في المغرب، كيتسموا هنايا في المغرب 10000 مهندس، والهدف هو الوصول إلى 25000 مهندس، وكنشتغلوا عليه باش نوصلوا لهذا العدد من هنا 3 سنين إن شاء الله. واليوم هاد الشباب وهاد الكفاءات المغربية كتصمم السيارات وكتصمم أيضا المصانع ديال السيارات، وعندنا الكفاءات اليوم باش نصنعوا المصنع والسيارة، وإن شاء الله بهاد العلامات تفتح لنا الابواب والشهيه باش مستثمرين اخرون يصموا عدد من السيارات اخرى بدعم من الوزاره. راه بدينا في الدراسه ديال هاد انواع ديال الدراسه اللي كنحتاجوها المغاربه. بالنسبه للدعم الجبائي باش نختم، الدعم الجبائي كاين لا بالنسبه للتيفي، ولكن بعض المرات كنشوفوا ان السياره كتسوق في المغرب بثمن اكبر وهي كتصنع في المغرب، كنشوفوها كتباع بثمن اقل في الاسواق الاوروبيه، بالاخص بالنسبه للسيارات الكهربائيه. هذا راجع لدعم قوي ديال بعض البلدان في اوروبا، لدعم قوي ومباشر لهاد السيارات في بعض البلدان الاوروبيه. راه المغرب كيدعم المصنعين، كيخفض الضريبه والتيفيات هي منخفضه بالنسبه لعدد ديال السيارات اللي مصوبه في المغرب، وايضا كيدعم الاستيراد ديال هذه السيارات الكهربائيه اللي ما كتخلصش جمارك باش تكون في المتناول ديال المغاربه. وبالنسبه للمحطات ديال الشحن، كاين اليوم محطات ديال الشحن مغربيه ايضا 100% ابداع وتصنيع، وكاين مخطط باش نوزعها على التراب الوطني. وشكرا.